لا أدري لماذا، وكأن الروايات كالعفاريت، أو كأنها لا تستجيب لمجرد الرغبة أو القرار. هكذا وصفت رضوى عاشور حالها أثناء الكتابة. إنها صاحبة القلم المرن التي ولدت في القاهرة عام 1946. بدأت رضوى عاشور إنتاجها الأدبي عام 1977 بدراسة نقدية عن تجربة الشاعر غسان كنفاني. ومع مرور الوقت أثمرت شجرة أعمالها روايات صارت حديث البقية، مثل حجر دافئ، رأيت النخل، سراج، أطياف، وثلاثية غرناطة، وأثقل من رضوى. وتحمر فيها الورود وتنضج كل الثمار الوليدة، كذلك حبك يدخلني ويشرق وجه القصيدة. هكذا وصفها زوجها الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، الذي حمل جثمانها ظهر الاثنين إلى مثواه الأخير في القاهرة.